طبعا مثل ما تعرفون كربلاء المقدسة والملايين اللي تشهدها ربما هي المدينة نقدر نقول الوحيدة بالعالم اللي يشهدها هذا العدد من الزائرين، نتكلم على كل أسبوع كل ليلة جمعة بالإضافة للمناسبات الكبرى في الأربعينية وعاشوراء والشعبانية وغيرها. فإحنا عندنا خدمات تقدمها مؤسسات هيئة الصحة والتأمين الطبي للزائرين، ولكن ارتئينا أنه نروح إلى مستوى أبعد وهو إنشاء مركز طب الحشود. راح يكون مركز طوارئ ومركز طب الحشود. هذا المركز به خدمات طبية تتقدم، تم تخصيص أرض له في شارع محمد الأمين بالإضافة إلى الخدمات البحثية والتدريب وتأهيل الكوادر على الاستجابة للطوارئ والتعامل مع هذه الحشود المليونية بالظروف الجغرافية والظروف المناخية اللي معروف بها البلد. فصار لقاء اليوم مع فريق من جامعة مانشستر. هذا الفريق راح يكون معانا في بناء القدرات، معانا في الإشراف على هيكلية المركز، معانا في تدريب الكوادر العاملة في مفارز ومستشفيات المستشفيات الميدانية لهيئة الصحة والتعليم الطبي، لأن دول الناس هم المختصين في هذا المجال. عندهم عدة برامج معروفة الآن في الطب طوروها بالاستجابة للطوارئ، استعانوا بهم بعض الدول في إنشاء مراكز مثل ما صار في الدوحة بكأس العالم وغيرها في التجمعات اللي حصلت في الصين. فالآن احنا ارتئينا انه يصير لقاء معهم مباشر، والحمد لله صار اتفاق اولي الآن في الاجتماع الاولي، وشكلنا فريق اللي راح يكمل معهم اللقاءات الاخرى حتى نوصل للهدف مالتنا، ويصير عندنا فعلا مركز طب حشود يليق بمدينة كربلاء او ما تقدمه من خدمات في مجالات اخرى. كان الهدف من اجتماعنا اليوم في جامعة مانشستر هو كيف يمكننا تقديم الرعاية المثالية للزوار في كربلاء، لأننا نستقبل حوالي 25 زائر في الزيارات المليونية وحوالي من 2 إلى 3 مليون زائر أسبوعيا، فكيف يمكننا تقديم أفضل رعاية من حيث خدمات الطوارئ وأيضا الدعم اللوجستي فيما يتعلق بمثل هذه الحشود المليونية. وكان هذا هو هدف مناقشتنا اليوم، وقد توصلنا إلى الكثير من الأفكار، وهذه الأفكار ستساعدنا في تحقيق أهدافنا إن شاء الله. الطبي في مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام.